مفهوم الصيام في المنظور العلوي. علة تشريع الصيام: أفعال الله تعالى معللة بالغايات، وكذلك أوامره ونواهيه، ولكننا لا نعلم جميع الغايات التي من أجلها شرعت الأفعال العبادية إلا ما ورد به دليل عن المعصوم. ومن الأفعال العبادية التي ورد بها تعليل لسبب تشريعها الصيام. وفي بيان علته يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق. فالعلة من فرض الصيام هي امتحان واختبار لمدى إخلاص الخلق لله تعالى وتوجههم إليه بالطاعة. ومن هنا علينا أن نكون على أكبر قدر من الإخلاص لله تعالى في هذا الشهر الفضيل حتى ننجح في الاختبار.